يقول: أريد أن أعرف ما حكم ترك التداوي من لا يرجى له الشفاء وأرهقه التداوي، كمن يعيش على الأجهزة أو كالذي يغسل الكلى، فما حكم ترك هذا كله وانتظار الموت؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. صحيح، نقلت المقولة عن أهل العلم أن التداوي رخصة، وأن الصبر هو وأن العزيمة هي الصبر. وقد أخذ العلماء هذه المقولة من حديث المرأة التي جاءت تشتكي الصرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئت دعوت الله لك، يعني بالشفاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: إذا أصبر يا رسول الله، إلى آخر الحديث. لكن هذا ما لم يكن المرض مؤديا لخطر على حياة المريض. فإذا كان المرض يزداد خطورة بترك التداوي، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. حتى هو ضرب المثال بمريض الكلى أو مريض الاستسقاء أو مريض الفيروس والتليف الكبدي. كل هؤلاء لا يستطيعون أبدا أن يستغنوا ساعة واحدة عن التداوي، وبالتالي يجب استمرار الدواء، ويجب استمرار حالة الاستنفار في التمريض بخصوصهم، حتى يقضي الله عز وجل فيهم أمرا كان مفعولا. فإن هذا هو الواجب، لأنه إنقاذ لحياة مسلم أو إنقاذ لحياة مسلمة، والله أعلم. ربنا يرضى عنك فضيلة الشيخ شعبان درويش. احيانا بتبقى الحالات دخلت في غيبوبة، ربنا يرحم الجميع، وبيبقى خلاص بقى هو لا يشعر ولا يسمع ومش حاسس بحد، وبيفضل على الجهاز في المستشفى او في الانعاش فترة، اسبوع، شهر، شهرين، ممكن شهور، والابناء ربما من باب الشفقة على ابيهم او امهم يتركون الاب او الام او من هو كان مريضا على هذه الاجهزة، والاطباء لو رفعوا عنهم هذه الاجهزة وعزلوها ربما تموت الحالة أو يموت المريض. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المقطوع به يقينا أن الطبيب لا يمكن أن يبقي الأجهزة مع المريض إلا ما داموا على أمل أن تقوم هذه الأجهزة بوظيفة، يعني، تنشيط القلب وتنشيط الدورة الدموية وتنشيط المخ. يعني هي محاولات لإنقاذ معصوم من الهلكة والخطر، وبالتالي علينا نحن المرافقون أن نصبر على هذا الأمر، لأن الطبيب لا يجرؤ أبدا أن يرفع الأجهزة عن المريض وهو يعلم أنه يحاول استنقاذه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا من التداوي الواجب في هذه الحالة. وأخشى أن أقول أن رفع الأجهزة سيكون سببا في موت هذا الرجل، وسيكون هذا الذي اتخذ هذا القرار برفع الأجهزة عن هذا المريض المعتمد اعتمادا كليا على الله ثم على هذه الأجهزة، أن يكون هو المتسبب في موته وهلاكه، مع العلم واليقين بأن الآجال مضروبة والأنفاس معدودة، والله عز وجل أعلى وأعلم.